لقد تركت لنا بقعة شمسية ضخمة على سطح الشمس هدية فراق أخرى بينما تدور بعيداً عن الأنظار من منظورنا هنا على الأرض. البقع الشمسية المعينة كانت تتشقق بالتوهجات الشمسية لعدة أيام. في 10 مايو اندلع بتوهج من الدرجة X5-8 وخلال 12 ساعتنا الماضية انفجر 3 توهجات من الدرجة إكس من الشمس بقياس X1-71-387. أكبر توهج شمسي في الدورة الشمسية الحالية التي تبلغ 11 عاماً. أنتجت المنطقة 3664 توهجاً آخر من الأشعة السينية أثناء تحركها إلى ما بعد الطرف الشمسي الغربي. هذه المرة كان توهجاً X8-8 وهو الأكبر. في هذه الدورة الشمسية كتب مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لإينوي في تحديث اليوم 14 مايو: التوهجات الشمسية عبارة عن رشقات نارية مكثفة من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي ينشأ من البقع الشمسية على سطح شمسنا. يتم تصنيفها إلى مجموعات مكتوبة حسب حجمها، مع كون مشاعل الفئة X هي الأقوى. ضمن كل فئة من هذه الفئات تشير الأرقام من 1 إلى 10 وما بعدها بالنسبة للتوهجات من الفئة X إلى القوة النسبية للتوهج. على الرغم من الحجم الهائل لهذا التوهج الأخير من فئة X8-7، فإن أولئك منا الذين يأملون في تكرار الشفق القطبي الواسع النطاق الذي أضاء السماء في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة 10 مايو قد يصابون بخيبة أمل، حيث من غير المتوقع أن يتسبب هذا التوهج في حدوث الشفق القطبي. لتظهر الأضواء الشمالية في أقصى الجنوب ثم المعتاد، وكتب مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لنويتي في تحديث اليوم 14 مايو: نظراً لموقعه فمن المرجح لا يكون لأي سيرمي مرتبط بهذا التوهج أي تأثيرات مغناطيسية أرضية على الأرض. ومع ذلك، كما هو الحال دائماً مع التوهجات القوية، هناك احتمال انقطاع الراديو على الجانب المضاءي بنور الشمس من كوكبنا. عندما تدور البقعة الشمسية الضخمة فوق الحافة الغربية للشمس، فإنها تدخل موقعاً يربطها مغناطيسياً بالأرض. تسارع عالي السرعة للجسيمات المشحونة أو البروتونات من نيو 3664 يقفز على هذا الطريق السريع. الفضائي فائق السرعة والذي يسمى دوامة باركر، هذا في الأساس قطار فضي عالي السرعة يمكن للجزيئات المغناطيسية ركوبهم الشمس إلى الأرض. إذا نظرت إلى صورة لدوامة باركر أدناه، فقد تذكرك في الواقع أكثر بإحدى تلك الألعاب في حديقة نائية، حيث يتم إطلاقك في أنبوب ثم تتبع اللولب حولك حتى تصل إلى هذا الموقع النهائي في المجمع. للحصول على مزيد من التقنية، تخلق التيارات الكهربائية للشمس مجالاً مغناطيسياً متعدد الإرسال، والذي أثناء مغامراتها في الفضاء بين الكواكب يولد المجال المغناطيسي بين الكواكب. أثناء دوران الشمس تنقل الرياح الشمسية المجال المغناطيسي إلى الفضاء، وها هو لديك دوامة دوارة كبيرة من الجسيمات المشحونة. عندما تصل الجسيمات إلى المجال المغناطيسي للأرض، تدور البروتونات وتتجه نحو القطبين، حيث تتفاعل مع غلافنا الجوي وتبدأ في التسبب في مشاكل لإرسال إشارات الراديو على الموجات القصيرة.